كابتن ايهاب جلال مدير الفني لنادي بيراميدز قال ان محمد حمدي هيكون هو اللاعب الاساسي في تشكيله بيراميدز ناحيه الشمال كظهير ايسر. بيراميدز النهارده برضو بيجهز لمباراه عزام يونايتد بطل تنزانيا في الكونفدراليه، وكان بيلعب النهارده نادي بيراميدز مع اهلي بني غازي الليبي وقدر يفوز 2-1. نتمنى التوفيق لبيراميدز والمصري ان شاء الله في الكونفدراليه باذن الله، نتمنى واحد منهم يكسب البطوله. على فكره النادي المصري عامل فرقه كويسه جدا، يعني تابعت انا النادي المصري في معسكره في برج العرب، كابتن معين الشعباني مدرب كويس جدا مع كابتن مجدي تراوي وكابتن سيف داوود وكابتن حسن نصر مدرب حراس المرمى، في طريقه لعب في شكل حلو قوي للنادي المصري. كابتن عبد الحليم علي كمان مدير الكوره عامل شغل كويس جدا جدا مع النادي المصري، وانا متوقع ان السنه الجايه هتكون سنه كويسه جدا للنادي المصري. فاركو بيتعاقد مع محمود جهاد لاعب النجوم، لعيب كويس قوي محمود جهاد، مواليد 2002، هاف ديفندر، جابوا نادي فاركو من نادي النجوم اعاره لمده موسم. يعني